السلام عليكم الإخوان. الله يرحم الوالدين. أنا العنا الطيبي من سيدي حيا الغرب، السكنة ولاد زايد عامر الشمالية. تنسول على الولد ديالي اللي مختفى نهار 10/5/2016، سميتو اسم محمد العنا. الأسباب ديالو كان تيقنط شوية وهذا، وكنا تنديه للطبيب تنعانيو معاه، وفاش نهار ارتاح في شوية ولا مزيان مختفى علينا من نهار 10/5/2016. كان كيتعامل شي حاجة؟ ما كان، أخويا كان مزيان، كان تيصلي، كان راجل ما تيكمي ما تيخدر ما تا حاجة. عنده جوج وليدات، عنده الولد الكبير عنده 14 سنة والثاني عنده 10 سنين. ايوا مالي دابا الاخوان الله يرحم لكم الوالدين اللي شافوا ولا اللي بان ليه وهذا تعاونوا معنا، الله يرحم الوالدين. شفتي العائله ديالو ما كاينش شي اخبار عليه؟ العائله وهذا ما كان لا والو اخويا، تنخلينا فين سولنا، مشينا للعيون، مشينا قلبنا المدن كلها، مشينا السبيطارات ما خلينا فين هذا والو، ما كاينش اخويا، ما بانش لينا، والعالم هو الله، ما عرفناه مات ولا حي ولا وتنعاني منه في هذيك الاعياد وهذا. الوالدين ديالو امه تتبكي بزاف ليل ونهار، ما واحد العذاب ديال هذاك في هذيك الاعياد وهذا، تيتفكروهم بحال يا خويا بحال اللي عندنا ديما الموتى حنا. ايوا تنطلبوا منكم الاخوه الله يرحم الوالدين اللي شافوا ولا هذا، الله يرحم الوالدين ينادينا به. والنمره ديال التليفون انا غنعطيها لكم، والصوره ديالو راه هي هذه، والنمرة ديال التليفون راه 06-62-20-07-47. والله يرحم الوالدين والنمرة ديالو خوتي اللي كنتو تتشوفونا من هذا المنبر، الله يرحم الوالدين، 06-62-20-07-47. الله يرحم الوالدين اللي شافوا ولا هذا ينادينا به، الله يتعاونوا معنا، الله يرحم الوالدين، والسلام عليكم ورحمة الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.